الكلام اللي قاله زين دنجور كلام شديد الأهمية، أولا الجيد في الموضوع بأنه من الممكن أن نصل في إلى قرار من المحكمة في خلال مدة قد تقترب من الأسبوعين تزيد قليلا أو تقل قليلا. المخيف في الموضوع أنه الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في ظني المتواضع سوف يمعن المزيد من الاجرام تجاه الشعب الفلسطيني سوف يمعن في المزيد من ارتكاب جرائم الاباده الجماعيه علي الشعب الفلسطيني لانه من وجهه نظري سوف يستثمر الوقت الوقت ضيق من المتوقع لا بلاش اقول لك من متوقع، الله اعلم، نتمنى بالتاكيد انه المحكمه تصدر قرارها خلال مده الاسبوعين او اقل، نتمنى ذلك وانه يكون قرارها هو بالادانه الكامله والواضحه بما لا تقبل اي شك او تاويل في جريمه اباده جماعيه من اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، بس الخوف كل الخوف انه الاسبوعين دول يتم استثمارهم من هؤلاء الغزاة المحتلين المتوحشين اللي بيمارسوا كل انواع الجرائم المتصوره وغير المتصوره تجاه الشعب الفلسطيني فيعني في اذا كانوا قضوا تقريبا على حوالي 90% من البنيه الاساسيه في غزه ف ترى في الاسبوعين وكانها المهله الممنوحه ليهم هيحصل ايه؟ اتكلمنا على مجلس الامن وانه مجلس الأمن يستطيع أو تستطيع بعض دول استخدام حق الفيتو هنا أختلف مع يعني سيد زين في أنه هل من المتصور أن دولة بعد قرار الإدانة تستخدم حق الفيتو أنا أتصور ذلك آه ولن أسمي دولة هم واحدة من اثنين بالظبط بص من الآخر ما هو يا بريطانيا يا أمريكا مساله ان هم مش هيستخدموا حق الفيتو فانه ده معناها انه من الممكن انه يتسبب ليهم في مشاكل مع المجتمع الدولي لا هم الدولتين دول لا يعانون اي مشاكل من المجتمع الدولي للاسف الشديد بل انه الدولتين دول هم اللي بيشكلوا راي المجتمع الدولي على مستوى الدولي مستوى الحكومات على مستوى الشعبي فانه الوضع الحقيقه اكثر تفاؤلا بل ويكاد يكون افضل كثيرا وبمراحل من وضع الحكومات مظاهرات مستمرة زي ما كنا بنتكلم على مظاهرة لندن امبارح واللي اقترب عددها طبقا الأستاذة منال لطفي واللي كانت بتشارك في هذه المظاهرة الأرقام الرسمية كانت بتتحدث عن 200 ل 250 ألف أو يزيد قليلا لكن الأستاذة منال قالت لا العدد يزيد عن كده بكتير يكاد يكون الضعف حوالي نص مليون بني آدم كانوا في مظاهرة لندن امبارح وفي مظاهرات زيها كتير في أكثر من عاصمة من العواصم الأوروبية وعواصم أخرى حول العالم الامل في ربنا ده اولا، والامل في ضمير الشعوب وده ثانيا، واعتقد امر مهم جدا للضغط على هذه الحكومات، من الوارد جدا ان هذه الشعوب تستطيع اداره دفه هذه الحكومات، وزي ما كنت بقول ولو قليلا بعيدا عن انحياز اعمى ناحيه كيان متوحش ومحتل وغازي ولا حق له فيه، شبر واحد من الاراضي الفلسطينيه كلها لكن هقول ايه هقول ايه اللي حصل فاصبحنا بنتفاوض على بقاع صغيره ضيقه اصبحنا بنتفاوض على الحق الانساني حتى نصل في يوم من الايام الى حل الدولتين لكن اقدر اقول لك ان دوله فلسطين قائمه قائمة قائمة بالحقيقة قائمة بالواقع قائمة بالواقعية السياسية ستقوم وبالضغط اللي مصر بتلعبه أو الدور اللي مصر بتلعبه عظيم وعلشان تشوف أهمية وعظمة الدور المصري وقوة الدور المصري لازم تتابع المحاكمة بتاعة دي كويس لأنه لو كان الدور المصري ما هواش قوي ومؤلم للكيان الصهيوني ما كانش عضو فريق هذا الكيان المحتل المتوحش يقوم ويقول اصل مصر هي اللي بتاخر المساعدات. هذا الكذاب لو ما كانش عارف ان الدور المصري بل عارف عنده يقين ان الدور المصري شديد القوه والباس ما كانش ذكرنا ده ذكرنا احنا بس. علشان يجي حد زي كريس فان هولن عضو الحزب الديمقراطي في الكونجرس ويعمل حواره ده مع نيويوركر ويقول ايوه اسرائيل هي من تقوم بالتعسف اسرائيل هي اللي موقفه حتى الحركه على معبر ارز كارما ابو سالم مش بس على, المع... على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا التعسف وقال هذا الكلام في نيويوركر افتح النيويوركر وتابع واكتب الاسمين سواء اذا كان كريس فان هولن وهو الذي اجرى الحوار وكان برفقته بالمناسبه النائب الديمقراطي ايضا جيف ميركلي. ويعدي 100 يوم من العدوان الصهيوني على غزه وعلى راي زميلي العزيز دكتور محمد فتحي يونس سحب الموت تخيم على غزه. شوف التقرير.